غصب عنك يا سافر يا عرعوث يلي عم تفتي بدمهم. ليش عم تفتي بدمهم؟ ليش؟ لانه احسن منك؟ لانه حذاءه لبشار الاسد بيشرف راسك؟ لك تضرب منك لحمد لقطر للسعوديه لكل شيء طلع هيك دول. لك انتو كلاب امريكا، كلاب اول مارت، كلاب شارون. رجع اهدو لشارون، والله لو انه بيقطع غزه ما بنشوف المناظر، والله الاسرائيلي بيقوصه بيتركه، اما انت بتشنع بجسته. لك تضرب منك للي طلعك. لك انا رح اقول لكل شيء بشوفه بالشارع، من طلابي لمدرسه لكل مدرسه، لكل صحفي، لكل مهندس، لكل دكتور، انتو حماة هالديار، انتو المستهدفين. هدول كلاب، هدول ما بيعرفوا لا الله ولا دين، هدول لا دين. الوثني متبري منهم، الوثني اللي ما بيسوى شيء متبري منهم. لك شو هدون؟ لك مو حرام عليهم ورود 25 سنة 24 سنة؟ شو عملوا لنا يا حمد وعرعور؟ شو عملوا لكم؟ لأنه بيحبوا بلدهم، حيضلوا يحبوا بلدهم غصب عنكم. شو رفقاته استشهدوا مشان شو؟ مشان يصيروا مهندسين يبنوا هالبلد، يبنوا هالمشفى، يرمموا أي قصر أثري واللي غيره. لكنهم راكدين علينا، راكدين على الولد قبل الكبير. لك ما رح يخلوا واحد سوري. لك هدون مجرمين بحق البشرية، بحق الحيوانات اللي بالشارع. مين بيضرب قطة؟ هذا الإرهابي ضرب القطة وضرب الأم وضرب الأب وضرب الأخ. لك ما خلوا حدا. لك دمرونا امبارح بسانا، اليوم بالهندسة، امبارح قبلها كمان بالمقر العام، قبلها بدار الأوبرا. كمان الموسيقيين ضارينكم؟ أنا على الطريق، عم يتصلوا فيني يا أخوكي كذا. أنا جاي من مدرستي، ما شفت حالي غير هالعالم على الطريق مرمية. لك شو ذنبهم هدول؟ قلولنا شو ذنبهم؟ شو ذنبنا نحنا؟ لك شو ذنبنا؟ لأنه مع بشار غصب عنكم مع بشار. لك اجرى لبشار الأسد بتشرفك يا كلب يا عرعور. أنت والكلاب اللي حينك هدول العصابات المسلحة، أنتو دين سلفي وسخ. منين طلع محمد عبد الوهاب أباحكم؟ تضربوا منكم إيره، إن شاء الله بتموت السعودية وقطر وكل شيء وراكم يا حيوانات بلا ضمير. نحنا حرام نقول كلمة حيوانات عليكم، لأنه الحيوان أحسن منكم وحشم مقدار الحيوان منكم.